اي طبعا احنا شايفين الكاري تريد، المستثمر تعود خلال السنوات الماضيه. يعني انت ذكرتي ان البنك المركزي الياباني رفع سعر الفائده، هذا طبعا اول رفع لسعر الفائده منذ سنه 2007، فالمستثمر تعود على الاقتراض من اليابان بالصفر او نحو الصفر خلال كل هذه السنوات. والان يعني بدا البنك المركزي الياباني اخيرا في رفع اسعار الفائده، مع نفس الوقت شفنا ضعف الين الى مستوى قياسي خلال هذا العام، وفي الشهر او الشهرين الماضيه شفنا الانعكاس والارتفاع الين مقابل الدولار. فكل هذا ادى الى مثل ما ذكرت يعني الانوايندنج الكاري تريد، وهذا اللي شفنا في الارتفاع في التقلبات. هل هذا معناته ان قد انتهت او ستستمر في الوقت الحالي؟ انا اعتقد انه ممكن تستمر في الوقت الحالي الى ان تنتهي، ولكن يعني لا لابد ان نتكلم ايضا على عمليات التصحيح او التقلبات اللي شايفينها في اسواق المال اليوم. هذا سؤال التالي بالطبع، لأنه طول ما في الفولاتيليتي الناتجة عن إغلاق مراكز المكشوفة بالكاري تريدز، هذا سيؤدي إلى فولاتيليتي على الأسواق العالمية. ظننا أنه الاثنين كان وان أوف، لأنه الثلاثاء شهدنا ارتدادا، ولكن يوم أمس الأسواق الأمريكية عادت لتغلق على تراجع. فبالتالي أين تتجه الأمور برأيك طارق، لا سيما للأسواق الأمريكية؟ اي نعم، لو تذكرين يعني احنا في الاشهر السابقه احنا ذكرنا يعني الاداء الجيد اللي شفناه في بدايه هذا العام، يعني لن تستمر خلال الاشهر القادمه بسبب موسم الانتخابات في الولايات المتحده. كلما اقتربنا من هذا الموسم كلما نرى التقلبات في اسواق المال سترتفع. مع نفس الوقت احنا الان شايفين ان البنك الفدرالي احتمال ان يخفض سعر الفائده، وممكن يخفض سعر الفائده اكثر من المتوقع، ومع تباطؤ الاقتصاد الامريكي. ولكن اليوم لا نزال نحن لسنا بركود، يعني حتى جي بي مورغان بيرش أكثر من جولدمان ساكس. جولدمان بيقول 25% احتمالية ركود في العام القادم، جي بي مورغان رفع الاحتمالية من 25 ل 35% قبل نهاية السنة أن يدخل الاقتصاد الأمريكي بركود، ولكن لا نزال نتحدث عن 35% منه بيس كيس سيناريو. نعم، عادة يعني لما نرى البنك الفدرالي يبدأ في خفض سعر الفائدة لا نرى ركود في الاقتصاد الامريكي الا يعني في نصف سنه او حتى ممكن سنه بعد ابتداء مرحله الخفض سعر الفائده. فيعني ممكن هذا الكلام صحيح، لم نرى ركود في هذا العام، وممكن لم نرى ركود في على يعني بدايه العام القادم. ولكنك تتوقع خفضا عميقا من قبل الفيدرالي، وما تبعات ذلك على اسواق الاسهم؟ من المفترض ان الخفض ايجابي للاسهم. لا، هذا الكلام غير صحيح، يعني هو العكس. يعني احنا شفنا خلال السنتين الماضية احنا شفنا ارتفاع قياسي من قبل البنك الفدرالي والبنوك المركزية الأخرى، ومع نفس الوقت رفع أسعار الفائدة، شفنا أسواق المال تصل إلى أرقام قياسية. فطبعا رفع سعر الفائدة يعني عملية إيجابية لأسواق المال، وخفض سعر الفائدة يعني متى يخفض سعر الفائدة البنك المركزي؟ وقت الأزمات مثل أزمة كورونا أو وقت دخول الاقتصاد في ركود، فطبعا هذا يعتبر سيناريو سلبي لأسواق المال.